السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نسولف نقعد هون ونسولف جوزين حكي لايقات مرتبات مع أبو أحمد، حبيت أعطيك شو اللي صار مع مسبح العصافير وشوية معلومات عن أكل العصافير والحساسين، بعدين بنسولف. هذا الجدع الشجرة اللي متابعين معاي على الصفحة من أول بيعرفوا انه هذا جذع شجرة قصته البلدية تركته زي هيك. اجى ابو احمد فكر 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 قال ايه خلنا نسوي له العصافير. حفرت هون بالخشب نفسه يعني ودهنته ضد المية وعبينا مي وصار العصافير يبرطعن ويسبحن وكيفن، ولما تشوفن يفحفطن بالمية اشي بجنن، ومنه بتكسب حسنة واجر وثواب، ومنه بتستمتع بالمنظر الجميل، ومنه ابو احمد بصورهن فيديو وهن يتسبحن. شغله لايقه. امبارح كنت مداوم بالمستشفى، رجعت على 8:30 شوي يا اخوان، المغرب حوالي 9:30 باذن، لقيت المي ناشفه، ما حداش عامل لهن تزويد، ما حداش طلب تنك المي وتعال جيب لنا مي وعبي لنا البير. فاجيت قلت والله بدي ادهنه كمان مرة وجه ثاني، لأنه زمان يعني ما ندهن مرة ثانية مشان المي ما تنزل. فأعطيته وجه دهان يعني ناشف، تقريبا ناشف. هسه بورجي، شايف سيدي؟ تقريبا تقريبا ناشف. هذا من مبارح بالليل. بس أني عشان ما أطول على العصافير لأن هنا مقطوعات المي، في مي ثاني هناك بس بكيف على هذا عشان يعني طبيعي، جبت هاي. هذا مش ششوار يا أخوان، مش ششوار، ششوار هذا يعني كنا نستخدمه نشيل ورق الجدران لما بدك تدهن. بعطي حرارة لغاية 600 درجة مئوية أو أكثر حتى، هسه بورجيك إياه. بدي أنشفه شوية، أصبر عليه 5 دقائق وبعدين أعبيله المي لأنه تقريبا ناشف. بس بده عن الجو حامي نار، لا مش نار، هسه بجوز 22-23 بس راح تصل 28، وبقولوا في حرارة جاية راح توصل 40. يعني هذا عزه للعصافير، عزه. خلينا نشفن بهذا أول. شوف لي أول إشي الحرارة قديش تصل على هذا الجهاز، 650، يعني إذا بتحط إيدك تحترق يا أخوان. 650 درجة مئوية بيطلع الهواء اللي هون. طبعا مش راح أخليه 650 كثير، بحرق لي بننزل شوي. هاي للميتين. طب ننشف يا معلم بس مشان أتأكد، لأني بديش أطول عليه انحرف. تقريبا ناشف. هيك اني بقدر احط الميه واني مطمن نشف مزبوط. كان لانه هذا محفور بالخشب، ففي يعني اذا بتلاحظ المستوى مش مستوي، السطح مش مستوي، وهذا الصح مشان العصفور يلاقي اشي يمسك فيه برجليه بحس بالامان. هيك اني قريت عنه، ترى هذا عن دراسي وخبره مش حي الله، عن موقع الطيور البرية وشلون تعمل لهم المسابح والمغاطس والمشارب، قديش العمق. العمق ما يزيدش يعني عن 5 سنتي. في ناس قال غمقوا ابو احمد غمقوا، لا يا عمي العصفور بغرق، اما هيك بحس بالامان. واذا بتلاحظ السطح مش مستوي، خشب محفر، فبمسك برجليه بحس بالامان. هاي هي الفكرة، دهناه ضد المية والان بقدر اقول لك انه ناشف 100%. بقدر احط الميات واني مرتاح واحط لهم اكل واقعد اسولف معاك كلمتين ابدا. هسه بنقول بسم الله. ها السلام عليك ابو احمد، شايف شلون؟ ها المي بتقعد فتره ممتازه، يعني الخشب ما بيمتص، واضح الفكره. هذول زيادة خليهن ينزلن، أما شوف شلون المنظر صافي بجنن. بدي أنزل أسبح أنا هون، بس شرط ما حسون. هسا يا سيدي بعد ما زبطنا المية ومكيف عليهن أنا، منظرها بجنن، ولون طبيعي، لون بني خشبي، مش عارف شو، لون مرتب. نحط أكل العصافير. عندي بزر دويرة القمر أسود، ها دويرة القمر أو دوار الشمس اللي هو الاسود هذا. وعندي يا سيدي بزر اسود صغير، بزر الشوك يعني للحساسين، وهذول الحساسين باكلن منه كمان. شايف بدنا ننزل
هاي هون بسم الله، وفي برغي فوق بمسك مع هاي بمسكها زي هيك، ظلها معلقة. هاي السلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية. المهم يا أخوان، ترى الجو ببريطانيا وبأوروبا صار يختلف، صارت الدنيا تصير حم كثير، يعني مش متعودين احنا على الحم هذا، والبلد مش مصممة، يعني مثلا بريطانيا مش مصممة للأجواء الحامية، يعني الدور كلها تدفئات، ما بجوز ما تلاقيش دار فيها كونديشن. مثلا بالمنطقة اللي أنا ساكن فيها على سبيل المثال، بعرف دار واحدة فيها كونديشن، وحتى مش عارف لو ايش حاطن هو، بس الآن جا وقتهم. الناس لما تيجي هبة حم زي هيك، بروح على المحلات بيشتري له مروحة صغيرة من هذول اللي بلفن وبحطها عنده في الغرفة، وفي ناس حتى ما بتشتريش، تقول لك ما هي يومين ثلاثة وانسى. فصار يتغير الجو سبحان الله، يعني مراوح السقف ما بتلاقيهنش، نادرا البيوت ما عم شفت بيت فيه مروحة سقف أو كونديشن، إلا دار واحد يعرف فيها كونديشن، واحد من أصحابي. فسبحان الله شلون الحم اختلفت الأجواء، اختلف الطقس أو المناخ ما بين، يعني إحنا صارت عن يعني المرة ذيك حطيت منشورني كانت عندنا 32 وبالأردن 28، أحمى من الأردن. يقول لك يوم الاثنين والثلاثة تتوصل 40 درجة الحرارة، سبحان الله. على كل حال، يعني بالحم وبالشمس بشكل عام، دير بالك اشرب سوائل كثير، اشرب مية لما تطلع، خلي معك قنينة مي، شو المشكلة؟ اقعد بفيه. ذكرت لي هذا الموضوع مرة، حتى العمال يعني اللي بيشتغلوا مثلا بالبنى وبالشغلات تاية برا يكثروا بريكات، إذا لا شيء يصيبوا ضربة شمس، يعني حرام ضربة شمس وبصير يهلوس وسلافي، يعني مزعجة، شايف؟ وقعدوا بهالفي وهالظل وبريكات، يعني استراحات، بريك يعني استراحة، هذا المقصود. والعصافير كمان أبو أحمد داير باله عليهن، الحمد لله أجر وثواب. شوف شلون المية إن شاء الله بتقعد بتطول هالسيات، خلاص لأنه عملت لها طبقة جديدة، خلي نسبح نشرب المي. أنا بدي أخلص الفيديو فوت لجوة حسب كيفات، هسه إذا صار مجال بصور لك على المية الجديدة، على المسبح الجديد، هذا شو اسمه، شو بسموه، يعني تزبيطات 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 وتكتيكات، لأنه في ميزانية إحنا بنلمها من العصافير، بنلم منهم كل شهر، بنأخذ منهم ليرتين. الحمد لله، يعني شغلة بسيطة بس أنت بتنبسط فيها لما تشوف الطيور والحيوانات مبسوطات وبشربن وكيفن، خاصة إذا كنت ناوي الأجر والثواب، فما بالك الرفق بالإنسان. دير بالك على بني آدم بالأجواء الحامية أو بالأجواء الباردة، أو تتفقد بلقمة أكل أو بشربة مي أو بدعم من هون أو من هون، الناس تعبانة. الغالة الأسعار وين ما تروح صار ببريطانيا، هو الأردن صارت ولا شعها بريطانيا، الأردن يضرب فيها المثل بالغلا، بريطانيا كمان يعني شطحة وشطحة كبيرة، مش معقول انجنوا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله الناس يعني هون ها تتحمل شوي، بس في دول ثانية ما تتحمل الناس. الله يعين، الله يعين الجميع، الله يعين الجميع ويعيننا ويعينكم ويصبرنا ويصبركم، ودائما نجد فرصة انه تلاقي السعادة بمحل معين إلك ولغيرك، يعني لا تكون بخيل حتى ببث السعادة، لا تكون بخيل، تنبسط أنت وابسط اللي حواليك قدر الإمكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أفوت مشان يجي يسبح وكيفن ويشرب المي وأقعد أصور هنا كمان. بسم الله، أو بقعد شوي 10 دقائق بتحمل مشان أتأكد بس إنه المي مش نازلة، هن بتحمل تحملن يا عصافير، أنا عارف هسه بهجم انهجم. Thank you.